في قرية لكني لا أعرفها. يمكن أول مرة زرتها كان عمري 4 سنين، يعني تحولت هي لملاعب للطفولة. أنا ولدت بعين زوان، لكن يمكن صرخت الأولى أو أشهر الأولى كنا انتقلنا إلى مدينة القنيطرة وسكننا في حي اسمه حي الشهداء. بعرف عن عين زوان منطقة مليانة بيادر ذرة، مليانة كروم عنب، مليانة شجر توت، شجر جوز، طبيعة جميلة طبعاً، وأهلها من الشراكسة غالباً بيشتغلون بالزراعة، بيشتغلون براعي المواشي. طبيعة ساحرة وجميلة، هي على سفح تل علي أبو الندى، هذا التل الجميل أيضاً اللي هواه يمكن يشفي العليل بهذا المعنى. أنا كنت مدللة بطفولتي، يعني أنا غير أترابي، غير الجيل تبعي. ما بعرفه لأنه أنا كنت وحيدة أهلي بهذيك الفترة، يمكن كان عندي بسكليت، كان عندي شمسية، كان عندي دولاب الهواء اللي هو من أوراق أشغال، كان عندي ألعاب هاي البلاستيكية القطط، وكانت أمي تعمل لي لعب، بتجيب عيدان تعملها مثل إيدين، وبتجيب بغطا جنينة كازوز بتحط عليه قماش وبتشدوا على قطع جنينة الكازوز وبتثبت الغطا على المسمار أو شغلة هيك قبل شيء، بعدين بتلبس القماش. ومن بقايا شعري، يعني تمشطني ما بيطلع بالمشط شعر، بتاخذ الشعرات وبتحط عند اللعبة، ومن بقايا القماش بتفصل الهياه وبتعمل هنتور. كان عندي لعب بهاي الطريقة، لعب جميلة بالمناسبة، حلوة. كنا نلعب ألعاب كتير لطيفة وبنت بيئتها، يعني وأعتقد هي ألعاب موجودة بكل المجتمعات، يعني تتوحد أحيانا. احنا انتقلنا من عين زوان للقنيطرة، لمدينة القنيطرة. فروقات ما في، إلا أنه القنيطرة مدينة فيها العمارة أكبر مثلا من قرية عين زوان. عين زوان فيها الفضاء المفتوح للزرع هو أكبر، بس حتى بالمعنى الاجتماعي الناس لا تختلف كثيرا. يعني هناك هم شركس، يعني يعتبرهم أقلية، بس الشركس عندهم نفس عادات وتقاليد سكان المنطقة، يعني ما اختلفوا، أو كأنهم اندمجوا مثلا بالمجتمع. يمكن فقط الحالات المختلفة هي بمسألة الظواهر الاجتماعية اللي لها علاقة بالأفراح، مثلا في شيء اسمه الرقص الشركسي وكنا نتبعه بشغف ونشوفه وكان بالنسبة لنا جميل. هلأ بالمقابل كان في الرقص عنا بمناطقنا اللي هو الرقص، خليني أحكي بالمعنى العائلي، في الرقص البدوي وفي الدبكة، عرفت كيف؟ يعني هاي الفروق فقط، بس بباقي تفاصيل الحياة لا، يعني الحالة متشابهة بالغذاء، بالعلاقات، بالحزن، بالفرح، بالاهتمامات، هي واحدة. بمخيم اليرموك كثير زحمة، يعني شارع اليرموك لا يمكن السيارة تمشي، يعني الدولاب ما بيقلب من كثر الاكتظاظ، يعني ما بيقلب دورة كاملة من كثر الاكتظاظ. فأي حدا من سكان المخيم هو حاط خارطة المخيم عن غيره، بنزل أول المخيم على الجسر، ممكن أمشي من حارة لحارة، من جادات عين غزال لشارع لوبيا لشارع صفال لشارع المدارس، وأفوت بين الحارات أحاول أتذاكى، يعني أحاول أتذاكى أو أتشاطر على المسافة من الجسر بالمخيم للبيت، بس وأنا مغمضة كنت أمشي. يعني هضلون لحالهم تنتين مقارنة، يعني بدي أقارن المخيم اللي أنا حافظته مثل كفي، بجوز ما بعرف لون عيوني أنا مثل ما بعرف المخيم، ما بعرف لون عيوني أنا صدقا ما بعرفه زي ما بعرف المخيم، بس إذا بدي أحكي عنه بدي أحكي عنه كأني طلعت مبارح. مبارح كنت أروح على منتدى ثقافي اسمه منتدى فلسطين الثقافي، اللي هو ما له علاقة بأيديولوجيا، له علاقة بالجانب الثقافي فقط، يعني هو لامم كل الحالات الأيديولوجية بالمخيم من أقصى اليمين لأقصى اليسار. كنا نتجمع نعمل سهرات، عروض مسرحية، سينما، قراءات شعر، حوارات نقدية. والله مثل مبارح، مثل مبارح بيجوا بأخوتي بيلتمم كلياتهم،
مثل امبارح كانت ظريفة طول وميجنة ودلعونة تحت بالحارة، لأنه عرس أخوي الكبير أول ولد إحنا عم نجوزه. مثل امبارح الأرغول عم ياسف بالحارة، مثل امبارح مسيرات بالمخيم من أجل فلسطين. أنا قاعدة قبالك وأنا شابة جامعة عبد القادر الحسيني، شايفة فرن الصيان تبع الخبز، شامة ريحة الكعك بالحارات ليلة عيد. مثل امبارح جارنا صيدلي طلال بيطلع علي بيقول لي قرأتي آخر كتاب لفلان، وهو مهتم بالثقافة. شو بدي أحكي؟ المخيم كان القارة، كان الكرة الأرضية، ما بدي أحكي قارة، كرة أرضية. بالمخيم بتلاقي من كل المحافظات السورية موجودين، بتلاقي الألماني على الروسي على البريطاني على الصربي على شو بدي أحكي لك، على الأميركي على الهنغاري على البلغاري، سوداني جزائري مصري، موجود كله بالمخيم. نسيج كان عجيب، فسيفساء غنية وجميلة، وكان كله يتفاعل مع بعض. كان الإنسان هو اللي يحكمنا بالمخيم، بنحب بعض، الإنسان هو اللي بينتصر لكل شيء. أنا عندي مجموعة قصصية أولى اسمها المواجهة، قصص قصيرة. هاي المجموعة كانت كتير لها علاقة بالجانب الواقعي طبعاً، وأنا بنت كنت أشتغل سياسة بهذيك الفترة، كثير السياسي كان فاجر فيها ومباشر. بعدها طلعت مجموعة قصصية ثانية اسمها وحشة الجسد. المخيم موجود بشوارعه فيها بأحيائه. أنا بهجرتي الجديدة لهون خسرت هويتين، خسرت حاولوا يطمسوا هويتين، هويتي الفلسطينية وهويتي السورية. صعب، لأن هذول كسروا جزء من الجينات عندي. صعب، ما في. كل يوم كل لحظة كل ثانية سوريا معي. أنا فلسطينية بس أنا سورية كثير بامتياز. أنا خلقت بسوريا وتعلمت بسوريا، علاقاتي بسوريا، مفاهيم الثقافية ومفهوم القيم والأخلاق تشكلت بسوريا، وهي بنت المجتمع السوري. سوريا بمقهى النوفر معي، سوريا بدمشق القديمة بحواريها، سوريا بأذان الجامع الأموي، سوريا بصوت أم كلثوم بالحارة القديمة مع بياع الفول وعرباته. سوريا نهر باردة، سوريا الربوة. في كل لحظة سوريا معي. أنا في أي لحظة بتمنى يردونا شوي، أو مو يردونا، هو إحنا لازم نأخذه. نستعيد مواطنتنا، نستعيد ذكرياتنا، ونستعيد علاقتنا بالمكان. يمكن ما رح ألاقي سوريا زي ما تركت، أو زي ما تركوني. أنا ما تركت بخاطري، أنا ما كنت أفكر بيوم من الأيام أطلع من سوريا. أنا كنت أسافر من سوريا ما أصدق على الله أرجع، لأني بحس حالي مثل السمك اللي طالع من الماء. شو بدي أحكي؟ كمان احنا تمزقنا بالمنفع. عم بحاول أرمم حالي، أرمم إنسانيتي، عم بحاول أكشغل لي أكتب شوي بألماني. لا أخفيك،
حتى اللون الأخضر دجني. أنا الدجن؟ نحن من الدجن يوم بعد يوم في حالة تدجين. كيف أنت مع حالة بدايات الموت والقتل بسوريا كنت تنجن وكذا؟ مرة على مرة بصير في نوع من التعود شيء ولا علاقة بهلم النفس. أنا كنت بسوريا بس أشوف لون أخضر بوقف بدهشة هيك وأطلع. أطلع بشغف بحب. هلا أنا أحياناً بطلع بالباص، بطلع بالإسبان، بالقطار. بيمرق فيها غابات، بصير متمني أشوف كتلة إسمنت. يعني حتى اللون الأخضر اللي هو جميل بيريح الأعصاب، أنا تدجنت، ما عاد يعمل لي دهشة. ما عاد عندي حالة الدهشة. وأنا كتبت شيء اسمه الأخضر يدجنني.